دونك وصلت لكريستيانو رونالدو. الكرة بتضيع من كريستيانو رونالدو. جوشا كيميتش. تيمو فيرنر. الفرصة متاحة. كرة بتصل وبتعدي بالخط الخلفي. أي كرة بتضيع. أي تعادل في اللقطة الماضية. كم ممكن يسجل؟ شوف الانفراد. هذه تضيع. مستحيلة هذه اللقطة. معروف بتمريراته، اليوم يتقن هذا الأمر بشكل ممتاز. إيسيان. جوشا كيميتش يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. مارسيلو. نيمار يتعرض لضغط كبير. تمريرة تذهب. إلى خارج الملعب ورمية تماس. هيونغ مين سون. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. مارسيلو. نيمار. الآن محاولات من الفريق المتقدم لجذب الخصم لوسط ملعبه ومن ثم إيجاد المساحات. جيروم بواتينغ. بيعدي فيها كريستيانو. المساحة أمامه في هذه اللحظات. أوهو ماذا يفعل الآن؟ هاتريك من الدون. هو الكل في الكل. هو الهجوم. هو الدفاع. هو الهاتريك. هو النجم. هو من يسجل بكل الوضعيات. أي شخصية وأي سطوة وأي جبروت. أداء مهزوز وضعيف جدا من حارس المرمى. هدف يفقد الثقة في نفسه أكثر. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف. هدفين يفصلان بين الفريقين. ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء. جوشا كيميتش. تيمو فيرنر عند الكرة في مكان خطير. توقع جيد في قطع الكرة. تسلل يحتسب مساعد الحكم في هذه الكرة. نيلسون سميدو. جيروم بواتينغ. تيمو فيرنر. خطرة. هدف تقليص الفارق. كم متأخر لكن ما زالت المباراة لم تنتهي بعد. حتى الآن من صافرة النهاية. ضغط كبير في اللحظات القادمة. 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. مارسيلو. ليونيل ميسي. تمريرة ميسي لا تمر. جيمس. تيمو فيرنر يتقدم بالكرة. فرصة خطيرة.
الحارس يتألق يحافظ على التقدم الفريق يرسل الكرة شجاعة كبير تسديدة خطيرة هدف جاء بعد مجهود كبير ضغط عالي ومنظم فريق يتحرك ككتلة واحدة تكتيك رائع هدف يأتي ليكلل المجهود بالنسبة للفريق بالنجاح لم ييأسوا وحاولوا حتى اللحظات الأخيرة وأخيرا نجحوا ونجحت جهودهم وحققوا التعادل في وقت قاتل من زمن المباراة من جديد التعادل سيد الموقف ليونيل ميسي نيلسون سميدو يفقد الكرة حكم اللقاء يحتسب دقيقتين كوقت بدل ضايع يفقد الاستحواذ يبحثون عن هدف التقدم القاتل في اللحظات ينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل في لقاء ماراثوني ندخل إلى شوط المباراة الإضافي الأول واضح الإرهاق على لاعبي الفريقين ديفيد ألابا يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات هيونغ مين سون كريستيانو رونالدو سون بيعدي وبيمر بالكرة كرة إلى المرمى الخالي يا رحيم يا الله الكرة في المرمى هدف يحرك الشباك الآن الهداف يعرف وين يوقف تمركز في المكان المناسب هدف بكل هدوء هدف يلام عليه حارس المرمى تمركز الصراحة ما كان في المكان السليم ما غطى الزاوية الصح خطأ بيكلف فريقه هدف نستأنف اللعب من جديد في مباراة تشهد الكثير من الأهداف تمريرة ميسي تقطع في الطريق قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم الفريق يطبق ضغط ممتاز في استعادة الكرة نيلسون سميدو ليونيل ميسي مارسيلو أرتورو فيدال نيمار ما زالت الكرة مع نيمار حلو التدخل شوف افتكاك الكرة بدون خطأ بدون أي معاناة تقطع الكرة بعد تمريرة سيئة كرة في وضعية هجومية تصويب الآن تعادل يأتي يعيد المباراة للبداية مباراة بتنافس عالي تقارب في المستوى نتيجة تعبر عن الإثارة الموجودة في أرضية الملعب لقاء في قمة الإثارة الفريقين يقدمان أداء يرفضان من خلال الخسارة في مباراة اليوم والتعادل يسيطر على مجريات هذه المباراة تلعب في اتجاه كريستيانو رونالدو وقت بدل ضايع دقيقتين فقط كريستيانو تدخل ممتاز هنا كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر لا مشاهدينا ينتهي ربع ساعة
ينطلق الشوط الإضافي الثاني و15 دقيقة أخيرة من المباراة. طرف الملعب متاح للتقدم. جوشا كيميتش، تمريرات جميلة، يحافظ على كرته بقوة. جيروم بواتينغ، تمريرة يغير من خلالها جهة اللعب. سيرجيو راموس، تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. جوشا كيميتش، تيمو فيرنر يستعيد الكرة بتدخل سليم. ثمان دقائق على نهاية الوقت الإضافي. تيمو فيرنر، كرة مثالية وعرضية منتظرة. سبع دقائق فقط تفصلنا عن صفرة نهاية الوقت الإضافي. قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. وصلنا للأوقات الأخيرة، واضح أن الفريقين غير قادرين على حسم نتيجة المباراة. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. كريستيانو رونالدو، الله الله الله، على الكرة، على التعامل، على الأناقة، على النهاية. يا عيني عليك، يا عيني عليك، يا رب. كرة صعبة، كرة جميلة، كرة تضرب الشباك في أسفل المرمى. يا الله، الكرة في المرمى، الكرة صعبة في أسفل الشباك، صعبة على حارس المرمى. نستأنف اللعب الآن ونواصل هذه المباراة الهجومية من أحلى الطراز. ليونيل ميسي، الدعم يأتي في هذه اللحظات، يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. حتى الإمكانية هنا، كرة بتتخلص. برافو للمدافع في التغطية. الحكم بيضيف دقيقتين للمباراة. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. أرتورو فيدال، بعد 120 دقيقة من اللعب نصل الأخير. كرة بينية خطيرة من رونالدو،